السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصحة والمجتمع التطبيقي 168 169 على بركة الله. إذا وهذا النص: يتميز عالمنا الحاضر في جميع أنحائه بالثورة العلمية والحركة السريعة المذهلة في التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأفكار الحديثة التي أثرت في حياة الأفراد وإنتاجهم. إذا قرأوا النص مزيان نفهموه، نجاوب على الأسئلة. إذا اشرح المفردات التالية وركبها في جملة. يتميز تساير الاهتمام تنشد. إذا تميز يتصف. يتميز المغرب بتعدد الوجهات السياحية، أو يتميز المغرب بوجهتين بحريتين بواجهتين بحريتين. تساير يجاري أو تساير تجاري وتواكب. احنا درنا مذكر، يعني يهرول الطفل ليساير سرعة مشي أبيه. الاهتمام العناية، يجب أن تحظى ساحة المدرسة باهتمام التلاميذ. تنشد أو تنشد عفوا تنشد تطلب وتسعى وراء. ينشد كل تلميذ النجاح. بماذا يتميز العالم اليوم؟ يتميز العالم اليوم بالثورة العلمية والتطور السريع في جميع الميادين. دير الحركة السريعة المذهلة في جميع المذهلة في التطور الاقتصادي. ما هو دور الشباب في هذا العالم المتطور؟ ما هو دور الشباب في هذا العالم المتطور؟ إذا دور الشباب هو بناء مجتمعه وتحقيق آماله. ما هي الآثار السيئة للتطور التكنولوجي؟ من الآثار السيئة للتطور التكنولوجي الإدمان على استخدام الأجهزة الإلكترونية، قلة المجهود المبذول من طرف الإنسان مما يعوده على الخمول والكسل. لماذا يجب الاهتمام بالشباب أكثر؟ يجب الاهتمام بالشباب أكثر لأنهم الذين يشكلون أمل الأمة وسعادة المجتمع. يشكلون أمل الأمة وسعادة المجتمع الذي يعيشون فيه. أين تتجلى صحة وسلامة الشباب؟ تتجلى صحة وسلامة الشباب في امتلاكه لقوة التحمل والمهارة اللتين تمكنانه من القيام بواجباته دون الشعور بتعب زائد. بالنسبة للشكل، إذا الشكل الفقرة الأخيرة. إذا فالمثل، لما كتبانش لك شي حركة اسمع. إذا فالمثل القائل العقل السليم في الجسم السليم يعتبر وصفا مختصرا، لذا يجب أن تكون عليه الحياة لما يجب علي لما يجب أن تكون عليه الحياة اليوم. لأنه إذا أراد الإنسان أن يكون لائقا من الناحية العقلية والجسدية لمباشرة أعماله اليومية، لابد أن يمتلك قوة أو يمتلك قوة التحمل والمهارة. هذه قوة مفعول به والمهارة مفعول به، معطوفة على قوة، اللتين يتمكنانه من القيام بهذه الواجبات دون الشعور بتعب زائد، بل من الواجب أن يتبقى لديه ماذا؟ قدر احتياطي من هذه القوة لمواجهة ما قد يستجد من طوارئ. لذلك وجب زيادة الاهتمام والعناية بتربية الأجيال الجديدة من الشباب صحيا وبدنيا وروحيا لمواجهة البناء الضخم والجهود الكبيرة المطلوبة منها على الأمد الطويل، خصوصا في الدول التي تنشد التقدم والنمو والازدهار.
أهلا وهلا. استخرج من النص أسماء الإشارة وأسماء الموصولة وأدرجها في الجدول مع بيان دلالتها. إذا هذا، ذلك، هؤلاء، هذه، هذا. هذا مفرد مذكر للقريب، ذلك مفرد مذكر للبعيد، هؤلاء جمع مذكر للقريب، هذه مفرد مؤنث للقريب، هذا مفرد مذكر للقريب، التي مفرد مؤنث، الذين جمع مذكر، الذي مفرد مذكر، ما، عام، ما تستخدم لمذكر ومؤنث، اللتين مثنى مؤنث. إذا ضع اسما موصولا أو اسم إشارة مكان النقط. إذا قمنا في هذا الأسبوع بنزهة على ضفة وادي أم الربيع الذي يصب في المحيط الأطلسي. كم كانت هذه النزهة التي حفلت بالألعاب الرائعة إذ ترى من كان معك في النزهة يقطف ما يشاء من الأزهار التي انتشرت هنا وهناك وفي كل مكان. نعم، إذا ملء الجدول. المفرد المذكر، الشابة هي التي تشكل أمل المجتمع الذي تعيش فيه. الشابان هما اللذان يشكلان أمل المجتمع الذي يعيشان فيه. الشابتان هما اللتان تشكلان أمل المجتمع الذي تعيشان فيه. المذكر عندنا، الشباب هم الذين يشكلون أمل المجتمع الذي يعيشون فيه. جمع مؤنث، الشابات هن اللواتي يشكلن أمل المجتمع الذي يعيشن فيه. أعرب ما يلي: أولئك المعلمات صانعات الأجيال. أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. نصوب هذيك في محل. مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. بدل معلمات، بدل تابع لمبدل الميل في الرفع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. صانعات خبر مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الأجيال مضاف إليه، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يعني إعراب بسيط. نمشيو للحضارة، الشاب الذي نجح في الامتحان. إذا الحضارة فعل ماض مبني على الفتح، الشاب فعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع الناس. نجح فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل المستتر تقديره هو. موقف عدادي، بغيتي تكتب من تقول يعود على الذي، أول تقديره هو وحبس في حرف جر. امتحاني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طبعا بقات لنا شيء مهم هو، إذا هذا نجو لهذا، إملاء الفراغ، فراغ البيت التالي باسم موصول، إذا نكتبوها هو: وما ساءني إلا الذين عرفتهم. جاز الله خير، جاز الله خير، خيرا، نسينا واحد الألف تما، كل من لست أعرفه. هما اللذان يشيب الدهر حولهما ولا يمسهما شيب ولا هرم. نعم، صلوا على رسول الله.